محمد، هل نحن أمام فعل ورد فعل أم أنه سيكون هناك توسيع لهذه العمليات؟ نعم منى، يمكن القول أن الوصف الذي أعطيته هو المناسب، فعل وردة فعل. هذا ما يقع في خرق وقف إطلاق النار هنا في منطقة دونباس. عندما نتحدث عن دونباس، هي منطقة من الجنوب الشرقي لأوكرانيا، سيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على نسبة تقريبا 80%، بقت 20% تقريبا أو 30% تحت السيادة الأوكرانية. وقف إطلاق النار أو اتفاق مينسك الذي ترعاه وكالة الأمن والتعاون الأوروبية، منظمة التعاون والأمن الأوروبية، يتعرض للخرق من خلال هذه الأيام الأخيرة. سجلنا مثلا أو سجلت القوات الأوكرانية المشتركة خلال 48 ساعة الماضية 4 خروقات، خلال 24 ساعة الماضية تمت 8 خروقات. شاهدنا اليوم وكالة الأمن والتعاون أو منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي تسهر على رعاية الاتفاق، شاهدنا السيارات يحملون الأعلام ويتجهون إلى نقاط المراقبة. هذه المنطقة منى هي منطقة يعني المدينة كأنها خليط بين الانفصالي الموالون للروس وبين السيادة الأوكرانية، بمعنى أنك تتحرك في المدينة هي داخل الحدود أو داخل السيادة الأوكرانية، لكن ممكن أن تجد حاجز يفصل بينك وبين الانفصاليين على أطراف المدينة. الخروقات تتم أحيانا بالشكل الرسمي من الانفصاليين على مستوى هيكلهم التنظيمي أو العسكري، وأحيانا تتم عبر قناصين مجهولي المصدر، وهذا ما أربك الحسابات. الكل يتبرأ من القناصين، لكن هذه عملية قنص الجنود سواء من يعني جنود الأوكرانيين من طرف الموالون لروسيا أو ما يسمونهم هنا الوصف الرسمي يعتبرهم المرتزقة الروس، يستعملون كثير من الأوصاف تجاههم، لكن الحالة على خط التماس الذي يختلف من مكان إلى آخر، مثلا في النقطة في اتجاه من هنا في اتجاه الشرق قد تكون تقريبا 7 كيلومترات، في اتجاه الشمال 5 كيلومترات من هنا تقريبا، وبالتالي هذه النقاط تشهد أحيانا بعض الخروقات. حالة الدمار منى هنا لقرى ولمناطق يعني شيء مؤسف. السكان الأغلب هاجر، الشباب هاجروا إلى العاصمة، بقي كبار السن أو من هم في مجبرون بسبب أمور مختلفة أن يعيشوا في هذه المناطق. غير ذلك ظلت كل المناطق المحيطة بماريوبول قرى مهجورة، قرى مدمرة، جسور مدمرة، شاهدنا الكثير من مخلفات الحرب والتخوفات أن تنفجر شرارة الحرب مرة أخرى، خاصة أنه لا يزال الأوكرانيون يطرحون عديد الأسئلة على طب محمد، حسب متابعتك وحسب أيضا المراقبين، هل أصبح من الصعب اليوم الوصول لأرضية مشتركة في ظل تقديم المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، في ظل توسع حلف الناتو شرقا، وأيضا في ظل رفض روسيا أو أمريكا للخطوط الحمراء التي وضعتها روسيا؟ أوكرانيا تحاول أن تستبق الأحداث الروسية، وروسيا كذلك تحاول أن تستبق المخططات للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي، وبين هذا وذاك تظل المنطقة يعني على شفا حفرة، بمعنى أن الأوكرانيون يريدون من الاتحاد الأوروبي أن يكون واضحا وأن يعزز قدراتهم العسكرية والأمنية، وأن تصبح موسكو ترى واقعا أمامها هو أنه لا يمكن الاقتراب من أوكرانيا، بمعنى أنه إذا تم مس سيادة أوكرانيا فذلك يعني مس سيادة الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي. قانونيا هذا الأمر غير موجود إلى حدود الساعة، وهذا ما يتخوف منه الأوكرانيون أنهم يكونون ضحية حسابات بروكسل وموسكو، وبالتالي لا هم مع موسكو ولا هم مع الاتحاد الأوروبي. الجنود الروس قرابة 100,000 جندي روسي على الحدود الأوكرانية معززين بالدبابات وبآليات عسكرية ثقيلة. شبه جزيرة القرم التي كانت ملك لأوكرانيا أصبحت تحت السيادة الروسية، وبنت روسيا جسر يربط بين روسيا
وشبه جزيرة القرم، وهي قريبة، هي تقريبا على بعد 10 كيلومترات من هنا في البحر، نهاية بحر الزوف على البحر الأسود. وبالتالي كأن أصبح الجنوب الشرقي لأوكرانيا محاصر تماما بروسيا وبالموالين لروسيا، بمعنى شبه جزيرة القرم في الجنوب هي لروسيا، الحدود الشرقية هي لروسيا، داخل منطقة دونباس يسيطرون الموالون للانفصال الموالون للروس، وبالتالي السيادة الأوكرانية كأنها تتفكك شيئا فشيئا هنا في الجنوب إذا لم يتخذ حلف الشمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أمر ما. وزير الدفاع البريطاني قال أنه لن يرسل قوات إلى هنا إلى الحدود الأوكرانية الروسية، وبالتالي هناك سؤال مبهم، هل فعلا حلف الشمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يريد أن يوسع من دائرته ومن نفوذه ويحافظ على حلفائه، أم أنه سيظل دائما رهين لقرارات قانونية، خاصة أن رئيس لاتفيا قال أنه هناك دول محدودة فقط من وقعت على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، بمعنى أن أوكرانيا لم تحظى إلى حدود الساعة بإجماع كامل داخل دول الاتحاد للانضمام إلى الاتحاد، وبين هذا وذاك تظل الرؤية الروسية متحركة، لديها روسيا تريد أن تحافظ على نفوذها، تقول أنها لا تريد أن ترى صواريخ باليستية لحلف شمال الأطلسي على حدودها. شكرا جزيلا لك من الحدود الأوكرانية الروسية مراسل الغد محمد الفينيشي.